الكولكشن اليوم مثل ما انت شفتي كنت مدرجه في الالوان، رضيت كل الاذواق، الالوان البارده، وبعدين احنا داخلين على الصيف اخذنا الالوان شويه السترونج يعني قويه. وانا ما اقدر اتكلم عن نفسي، لكن اللي انا شفته اليوم من الحضور اعتبر ان كل مره اكون متوتره، بس عقب ما اشوف رده الفعل مع الناس اشعر بالنجاح. يعني كلمينا عن القصات، عن القماش اللي اخترتي، شو هالمرة شو اللي بيتميز عن المرات اللي فاتوا؟ لا شوفي، نحن عندنا تميز الألوان، تميز طريقة الشك التطريز. القصات لو لاحظتي كثير مبتكرة، يعني مش القصات الدارجة اللي هي الإيلاين، لا الكلوش، البالون، الفشكات، لا لو بتلاحظين إنها جاية مبتكرة، يعني حتى ما لها ما مطلعين لها اسم، يعني تشوفين تقولين القصة هاي شو هي، فهمت علي؟ فحلو الإنسان يكون عنده نوع من الابتكار. فمثل ما شفتي اليوم عندنا قصات مبتكرة، عندنا ألوان بعد مبتكرة اللي هي مش تفني في نفس الوقت مش مرين، يعني الألوان مختلفة بس درجاتها، لأن احنا نصبغها عندنا في البوتيك، نحن اللي نشتغل في المشغل، داخل المشغل نختار الدرجات ونحن نتحكم فيها. نعم. تحبي مثلا تستعيني بتاخدي نظرة عن الكوليكشن العالمية وتستعيني في الكوليكشن تبعك من هالأشياء؟ بدون غرور، بدون هذا، أنا ما أحب أطالع العالمي، بس أنا أعتقد أن أنا صرت محط نظر العالمية، أقولها بدون غرور. ويمكن لو دخلتوا على الانستغرام عندي راح تشوفي أن ديور آخر كوليكشن له، في قطع كاملة اللي هي أنا مسويتها قبل سنة ونص في ملقا في أسبانيا، باللون اللي هي كانت خذيت فكرة الوردة مالت شجرة الكرز أو البيري اللي تطلع. فأنا عجبتني صديقة لي في واشنطن اسمها وداد النعماني، كانت تبعث لي كيف الزهور وهي تطلع، فعجبتني وطلعت منها كوليكشن في أسبوع الموضة في أسبانيا. اتفاجأت هاي السنة إن نفس الزهور بنفس الألوان، حتى الإكسسوري المحطوط في الرأس بنفس الطريقة محطوط. فأنا ما أعتقد إن هاي كانت للصدفة، هم يفكرون إن هذا مصمم مغمور أو مش معروف. وبتعرفين يعني الدور مثل هذه يكون عندهم فوق 30-40 مصمم من الصغار ويسوون كوليكشنات، يعني فأنا سعيدة بهالشيء. يعني فالعالمية هم ينظرون لنا مش نحن اللي ننظر لهم. اوكي، طيب الكوليكشن، الكوليكشنز اللي بتعمليها اون جنرال كلها بتستوحيها من هاي الفكره، زهور، لوحه او هيك شيء؟ من البحر، من السماء، من الصخر، من كل شيء حولي، من كل شيء، من كل شيء. كوليكشن اليوم؟ لا، كوليكشن اليوم مثل ما شفتي نحن ماخذين من الوان، ماخذه من الوان السماء، من الوان البحر، من الوان الشمس، ودمجتهم بالالوان الذهبي، البطريزات الذهبي. لو تلاحظين ان انا رجعت موضة الذهبي، يعني الناس راحت كلها للفضي او الالوان اللي هي نيود، انا ركزت على الذهبي ورجعت موضة الذهبي. قاعدة الالوان الفاتحة للصيف والغامقة للشتاء هي لسه سايرة ولا تزعزعت عموما؟ اولا احنا كخليج ما عندنا شتاء، عندنا ربيع، ولذلك تلاحظيني انا ما اجي وايد على الالوان الغامقة الدارك، البنيات والرماديات وهذه ما عندنا نحن هاي، لكن الرويال بلو هو لون من ألوان درجات البحر، فماخذين درجات البحر نحن نتمتع فيها، عندنا درجات السماء اللي هي اللايت تركوازي يمكن شفتيها، الأحمر، يعني هاي هي الألوان اللي نحن دائما نكون في الأرنج فيها. لكن الدول الأوروبية دائما عندهم في الشتاء الألوان الدارك، الرمادي، الأسود، البنيات بدرجاته، الغوامق كلها، بس نحن وجوهم كئيب، مثل لندن جو كئيب، تحصلين السماء كئيبة، كل شيء كئيب، فتحصلين الألوان حتى. لا نحن عندنا متحررين من هاي المطر والثلج وما أدري شو، الحمد لله. يعني شو نصيحتك للمرأة العربية في هالموسم صيف؟ نصيحتي لكل المواسم، ارتدي اللي يناسبك، ما تبي لي صورة هيفا وهبي وتفكرين نفسك إذا سويتي فستانها بتطلعين مثلها. الصراحة في بعض المصممين يخدعون الناس، يميونهم، أنا أكون صريحة بس بدون ما أجرح، أقولها حبيبتي أنت شوي مليانة أكثر، هذا ما يناسبك، تشوف لي مثلا نيكولا، تشوف لي من هالممثلات والفنانات وتبغي مثل فلان وتبغي مثل بلقيس، بلقيس جسمها وايد يعني
سمول سمول يعني، والديزاين اللي تلبسه ما يناسبك. فأنا دائما أقول البس الألوان اللي تناسب بشرتك، لأنه في ألوان للموضة بس مش كل ألوان الموضة تناسبك. البس اللون اللي يناسبك، البس القصة اللي تناسب جسمك. مو كل اللي يلبسونه سيلبرتي يناسب يعني ربات البيت أو هذا، ولكن دائما كل وحدة فيها أكيد جمال، يعني فيها جزء من الجمال. هذه نصيحتي، البسي ما يناسبك. كلمة أخيرة لفوشيا. شوفي فوشيا، كل الكلام اللي بقوله يمكن يكون مجروح فيهم. في زمن قياسي، مش بس صرتوا عالميين، المواقع كلها تنقل عنكم. أنا أتفاجأ الخبر يكون نازل ينقلونه حرفيا، يعني حتى ما يغيرون فيه. كنت سعيدة جدا وياكم في باريس إن فوشيا تنتقل لباريس وتسوي عرض أزياء مع دليدة مصممة زوجة البوب ستار رامي عياش، يعني دليدة عياش رامي، يعني كان شيء خيال في فندق نابليون. فأعتقد وجودكم في كل دول أوروبا وسعيكم وراء الموضة بكل ما يهتم المرأة، يعني أقدر أقولكم أنتوا صرتوا 7 ستار. ألف مبروك لكم، وأنا أشكركم لتواجدكم الدائم في كل منصات الموضة.